التونسية ودرب مولودية وجدان المغرب فتي حسنية أكادير وأولمبيك خريبكا. القاسم المشترك بين المدربين. هذه محاولة لفريق أولمبيك خريبكا. العسكري، العسكري يمرر، خطيرة 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 للأولمبيك، خطيرة الأولمبيك، وهدف هدف لفائدة فريق أولمبيك خريبكا. يعني كان فريق الأولمبيك كما قلت يبحث عن ثغرة في دفاع الرجاء، ووجد الثغرة بعد يعني تمريرة محكمة من اللاعب العسكري الذي انسل من وسط الميدان ومرر، وكانت التمريرة في المستوى، واللاعب العبوبي يسجل الهدف الأول في مرمى فريق الرجاء الرياضي البيضوي. هدف فؤاد قد يعطينا مباراة يعني حامية الوطيس بين الرجاء والأولمبيك. الأولمبيك افتتح التسجيل بعد كما قلت التفكك في دفاع الرجاء. وهذا الشيء قلت بانه غيكون سلاح ذو حدين، اما انه غادي يجيب اهداف الامام واما غادي حمله رجويه انتهت بركنيه لفائده فريق الرجاء. الحفيدي كاين فاد، وهدف تعادل لفريق الرجاء، هدف تعادل لفريق الرجاء. بن حليب الذي انضم للرجاء يسجل الهدف. محمود بن حليب، اختيارات المدرب غريدو اعطت الاكل ديالها. بالفعل كان تغيير في محله، لكن هنا فين كيكون كينجح المدرب في التغيير ديالو. كان تغيير ربما انه زربي، ولكن كان في الاتجاه الصحيح، اصلاح الاوضاع الدفاعيه، لانه كنت كنقول لك خصي اصلاح الاوضاع الدفاعيه اولا والمرور للجبهه الاماميه بقدرتي. يعني قصه القامه ديال بن حليب وال يعني كيفية اللي سجل بها الهدف كيوضح على انه يعني اللاعب من المستوى الجيد. اذا هدف لصفر لفائدة فريق الرجاء، واعتقد اللاعب المسجل هو بنون، بنون بالفعل، بنون هو المسجل لهذه الإصابة لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. هناك بيك لتسجيل الهدف الثاني، لذلك تحقيق التفوق. تنفذ، وأنس زنيتي، أنس زنيتي يتدخل وتضيع فرصة عن فريق أولمبيك خريبكا لتسجيل الهدف الثاني في مرمى فريق الرجاء. أنس